هنسيب الكرة الطايرة ونروح لكريم عبد الجواد نجمنا الكبير في الاسكواش نجمنا الكبير بيفوز ببطولة آ آ آ آ ايدنبرج للاسكواش بيحتفظ بالمركز بي الاول بيفوز في النهاية على جريجي لوبان بنتيجة 3-0 البطولة اتلعبت من 29 يناير لحد 3 فبراير والاشواط بنتيجتها 11-8 11-8 و11-4 كريم في التصنيف في الرابعة زي ما قولنا الحلقه اللي فاتت في التصنيف الرابع على المستوى العالمي واعتقد ان البطوله دي هتقدمه لمراكز مختلفه في التصنيف الجديد باذن الله اللي بينزل كل اول شهر